كان مزاجها
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا وجزاهم بما صبروا جنة
وجزاهم بما صبروا جنة وحرير.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا سيدنا محمد.